هذا البرنامج ساخر، مع أن الواقع ما زال أشد سخرية لحد السماجة والبياخة، والحياة توقفت لدرجة أن السخرية نفسه رجعت تدول على العمل. أي شخص بيفتح لقفه ولا بيقول كيني ولا ميني نقول له وش 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 ولا نخص. أوه أوراق بلما 11 مليون جلس أبو عفشفش يقول لسنا بنما بينما ولا حد عارف إيش كان يقصد. اليوم بعد توالي ظهور فضائح غسيل الأموال في بنما لسياسيين ورؤساء وظهور أول راس من أصحاب أبو عفشفش بنسأله عدك لسنا بنما ولا نستني بيزا ما تظهر بقية الفضائح في بنما. صحيح اللي قال المصائب تأتي أسرابا، تعين هذاك وفضائح بنما والحليف الذي غاب عنا واحتجب وانشغل بالكبسة ومفاوضات الكويت. أوقات صعبة يا أبو عفشفش، إنما المثل يقول الحاذق يخرج من السوق عطل. كان قودك على حصانة قلت لا تختمها بمهانة. الحليف باع ومستقبلك ضاع بس ما لقيش مشتري، والله ما لقى ولا حد دفع فيك معبر عطل. شاهر وهم يعبوا كبسة ويروقوا لك ويبهدلوا باك، وانت صدق لك حمد البخيتي وانكاروا للكبسة وثباتوا ونباتوا، وانتم يا حوتا كيف للآن ما عاد اسموش عدوان، خدوا اعمال عسكرية. ده الحين الشعب اليمني ما جمعش فلوس الحق، الناس راكنين عليكم، قلتوا بنحق بلاش والبنادق هيا وكيف، قالوا قد انتم بالرياض وجالس فليتا شكله جالس يبيع طرمبة ومسابح، وبقية اللي دهدبتوا بهم لمن؟ قرحتوا على اليمنيين حق السنة الماضية، مش بعدين السنة هذه كمان ما فيش إلا الكعبة حق المقالع بباب اليمن. وبعدين المفالخة دي مش تمام على صحتكم، رجل هانا ورجل هانا في خطر بالموضوع بيقع. مكنتونا الرياض أقرب من صنعاء وقفستوا للأولين للرياض والكويت، وخليتوا خضعانكم يتهابلوا في الداخل جالسين تضحكوا عليهم بخبابير حميد رزق بالمسيرة وسبوب لآل سعود وآل نهيان، وقد شم البخون لا طرف الوادي. هيا وكيف ما يقعش مفاوضات وسفن سلاح، مفاوضات وتجنيد حتى الأطفال رابع ابتدائي، مفاوضات وسبوب وهدنة وتوشكا، ولما يقع لكم خبيط وسط الهدنة يطقطق الأحقاو زي الأولات وترجعوا تصيحوا حقعونا وش ولا نخص. يسعد لي أوقاتكم يا أحلى مشاهدين، الدوشة اللي حصلت ولا لداعي، موظف يجي يشتغل ما ثبتت قدرته أو حصل تقصير أو حتى عدم توائم للفريق عادي، الله معه بيخدم البلد من مكان ثاني، ما هيش نهاية العالم. يعني أنا مثلا دحين أنا جالس بكرسي دوار كذا ومريح منكو ولا في بحاجة، وممكن بكرة أو بعد بكرة أو بعد شهر يجي واحد بدالي. الناس قامت بثورة عشان تداول المناصب، ما هوش تمليك هو تكليف في الأخير. المهم يا جماعة الخير أنا أشعر بالذنب، قضوا ثاني زبون عندنا نستضيفه وما يرجعش، الأول وقالوا بقب والثاني وقالوا بقب، أما الثالث ذا حكايته حكاية، لو كان راضي عنك بيطلس لك طاليس ما فيش بعده، وأول ما يحس أنه قرب على الحافة بيقل في الدنيا. لكن الآن نحن بعد 7 أشهر لم يتم مثل ذلك العمل، واضح أنه هناك إخفاق كبير وإخفاق في غاية الأهمية على صعيد هؤلاء الناس. الآن يتحركون الإرهابيين يتحركون في عدن بحرية مطلقة، لم نستطيع أن نضبط قضية شبكة الاتصالات على مدى عام كامل. ما شاء الله ما شاء الله، شفت شعار المسيرة
يعني اخترقتهم ما شاء الله عليك، دخلت قنوات العدو من جدة نباهتك وكياستك وفطانتك. حتى الانقلابيين بيستشهدوا بكلامك. الله عليك، مش بس نقوى، حتى حميد رزق قدو مفتون بمعاليك. شكلك بترجع لبنان يا قباطي. يعني سعادة وزير إعلام حكومة شرعية يسيء للجميع، إيش عاد بقيت للحوافش؟ كان خليتهم يتعبوا شوية للترويج الكاذب هذا. من فين مصادر معلوماتك يا سعادة الوزير؟ وانت ما زرش عدن ولا قربت ولا شميت من يوم ما تعينت. انت بتشتغل مع الشرعية ولا مع الناس التانيين؟ هذا شغل دقاق تباخش لا فوق ظهره، ما هو الشغل وزير إعلام حكومة شرعية. طيب يا أخي فاشلين فاشلين، انت خليك ناجح وهات رواتب الناس. 3 شهور وانت محلبطهم، خاف ربك. تشتي تكشح 35 نفر كذا صميل يا صميل في الإعلام، ما يقاش ما يقاش من فين يلاقوها الإعلاميين ذولا. الميليشيا تشقف رواتب نصهم وتفصلهم، والوزير اللي ما لهش علاقة بالإعلام يشقف رواتب النص الثاني، والشباب ما ينطردوا من شققهم في الرياض. فين مستحقات الناس؟ لا أنا والله لسه واصل يا نجوى، أنا قاطع مسافة حوالي ساعة كاملة عشان أوصل بس أظهر معاكي. لسه واصل واصل يا ليل، وشكلك مستعجل وبتمشي كمان قريب. وقبل ما تروح بس تعال 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 قليل، تعال قباطي تعال، في إذاعة محطة كده صغيرة دفعوا عليه فلوس كتير، لو ممكن كده تستعجل وترجعي قبل ما تروح يكون كويس جدا. وبالله وانت رايحة خذ معك وزير الصحة اللي ما حد عارف كيف صحته، وريد الصورة يمكن يستحي قليل إذا كانت صحته كويسة، وإذا تعبان خلاص ما فيش داعي يتعب ويخجل الناس. أصلحوا لكم، ولا نفعتم ولا كفيتم ولا أسلمتوا الناس خباصكم، يكفي الناس اللي فيهم وش ولا نقص. فاصلوا نعود أصبطوا معنا. محمد البخيتي هو النسخة الحوثية من قباط الشرعية، حاجة كده شقح عايشة عالمه من قناة الثانية، يهقف خبابير تخلي حتى أصحابه يطننوا، يقولوا له وفد السمع والطاعة الحوثي بالسعودية له اليوم شهر ونص وهو منكر. مصادر سعودية أكدت محمد البخيتي منكر، فليت أقر واعترف وغير اسم العطوان إلى أعمال عسكرية، وحمد البخيتي على الزرة مكان منكر. طيب افتقشت البيضة وخلاص بتلستوا بالحدود، تقلعوا ألغام وتبادلوا أسرى، ورايحين تفاوضوا بالكويت، إيش مطالبكم؟ فعدم وجود مطالب لأنصار الله أو لليمنيين هذا يكشف حقيقة أنهم هم ليسوا من أعلنوا الحرب، وليسوا هم من يريدوا استمرارها. لأنه الآن عندما يكون لدى السعودية أو عندما يكون للطرف مطالب من وقف إطلاق النار، فمعنى هذا هو الذي لا زال يصمم على استمرار هذه الحرب. يا عيني على الأم تريزا البخيتي، يا عيني على العطف والرقة، وفين الحقب البنادق؟ فين المناورات؟ فين الزوامل؟ فين بنعدم الجيش السعودي نعدمه؟ وفين سنقاتل إلى يوم القيامة جيلاً بعد جيل؟ كده بتستوا على الحدود عشان بس وقف النار، ما فيش لا شروط ولا مطالب. طيب بس أحب أذكرك كان في قرار كده صغير صغير كده الناس كانوا يشوا يتنفذ بعد إذنكم، ولو ما في بشي زعاق. القرار ده رقمه 2216، يعني ما يضرش تطيبوا نفس التحالف العربي والسلطة الشرعية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بتنفيذه، والنار بتتوقف طوالي. بالنسبة لقرار مجلس الأمن هو قرار غير قابل للتطبيق. شفت فين الإشكالية يا حمد بخيتي؟ اندك 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 هنا هي عاونا هنا هنا، وتقول لي ما لكمش مطالب؟ تشتيش انقلب وما حد يقول لك ثلاثة كما؟ فوضى الدنيا سايبة ما فيش للحتة كبير يعني؟ يا راجل حتى لو اختلفوا ناس في بيت يدخلوا في بولجيران، لو في قرية يدخلوا القرية اللي جنبهم، تشتوا هكذا وكالة إيرانية من غير بواب؟
ساعة تقول إن الخليج والسعودية بيدخلوا في ما لا يعنيهم، وساعة تقول إنهم خلاص متورطين وتعبانين قدام بيموتوا. ردودك هبلة هبلة يا رجال، بخليك براحتك عشان ما يقولوش إننا أقطع الكلام. يعني لكن كما قلت لك هناك ضغوط في اتجاه وقف الحرب، لكن أيضا هناك ضغوط أخرى لاستمرار الحرب. يعني تقصد في تيارين داخل السلطة السياسية في المملكة؟ لا مش ليس بالضرورة، ولكن يعني حتى خارج هذه السلطة هناك ضغوط عليها من قبل أطراف خصوصا من داخل اليمن الذين قد ارتهنوا بالكامل للقرار السعودي عندما يكون هناك خطوة. هاي الأطراف تملك قرار لتضغط على المملكة يعني؟ طبعا هناك التزامات. عاد شي خبر يا بخيتي، عاد شي عاقل، تمشكلتم حتى مع الله قبل خلقه ومكنتم بيوته شقيف وندف، انقلبتم ودمرتوا بلاد وجيش ودستور وطردتم السفارات، وتشتي العالم يسكت؟ تشتي العالم يتعامل مع دي الصورة كمسؤول دولة؟ عاد شي خزا وعاد شي عقل عاد شي جنان. الآن بس فهمت ليش المخلوع كان يسأل أخوك وسيم الشهير بعلي مقلع عنك. نزل الحين الثاني البخيتي محمد هو أخوك. أخي مني وبيه من مطلبه. هيا هيا من أقولك لك مالك بدني شو رسمنا من أمك وأبوك؟ ها يعني مندهش من حاجة أكيد. زغو المخلوع يعرف الزغوات ويفرق بين الزغوات والمقاعين. يا علي شليت الأها أها كله على أخوك مش كذا، بقي له قليل. أنصحه بكلمتين كذا، اسمك قدك طايح نصايح هذي اليومتين يمين وشمال، ويا مقسم المراق أخوك أحق، مع إنك لوحدك تشتي لك حلقة لا رأسك، غيبت شهرين عشان ينسوا الناس قصة وسيم. تعرف قصة الفقير اللي غاب عن بلاده عشان يخبي موضوع كذا، ولما رجع اكتشف انه قد عملوه مثل سنة ما وسيم نفسه. يا اوش سلام. بعيد شوية من أخبار التفاوض اللي بيطلع فاشوش زي السابقات، لفت انظارنا فعالية مسخرة لآخر حد، فعالية مرخ لبقايا اليسار المتبردق، حاجة تخلي اللي ما يشتري يتفرق واللي يتفرق يجي له غثيان. خير اللهم اجعله خير. بدأت الكتب والدراسات النقدية والأدبية، ليش تخيلوا؟ ليش؟ لخطابات الشهوة. اي والله، وكتابين في عين العدو مش كتاب. ها وتعال اسمع التمريخ الحداثوي والهلس اللي ينطلي على البعاع، ونبدا من واحد اسمه الدكاك. قبل حركات واحزاب انفردت بمقارباتها الجذريه للصراع فكرا وموقفا، وبالنتيجه فانها باتت عرضه لتلقي جل نقمة عالم الأحادية القطبية بوصفها تجديفاً معادياً وبالضد لوجهة مركب اليقينيات الأمريكية المعولمة المبحر صوب نهاية التاريخ أو صوب مرفأ نهاية التاريخ. فعلاً فعلاً يا صلاح، هناك دائماً ارتجاز محوري لا يتواطأ مع منبثقات الواقع، وينتقل بالمتلقي إلى حالة السؤال الديكي والتلبك المعوي الحاد لو سمع خطاب وربع. موضوع يا صلاح الدكاك، لقد دار بك الزمن دور شمات، وغسما بالله لفلف بك كذا وقلبك بين مداعس المتبردقين حق مران. تستاهل أديب بلا عدم، بدأ بهيجل وفولتر وانتهى بالشخوى الحوثي، ولا الثاني بصراحة خبرة بالمرخ، هذا تدرب على المرخ في ركب حسن زيد سنوات، والآن انتقل للاحتراف عند الشخوى. كان يجيد قراءة المشهد، وكان يستشرف ما وراء هذا العدوان من مؤشرات سبقت العدوان بأيام وشهور وأسابيع. هذه المؤشرات قراها سيد وعكسها بالاتجاه المضاد، بما نستطيع أن نقول أنه حرب استباقية. إيه يا سيدي محمد، السيد قرأها مبكراً وبيفتشوا الكتاب كان معه، أهم شيء البقاش يا سيدي وعيني. بكم طبعتهم الكتابين؟ أما الثالث دعاه فاشل في المرخ.
فثقة الجماهير هي دائما ثقة قائدهم، ويقينها من يقين قائدهم، وتصميمها من تصميم قائدهم، وصلابتها من صلابة قائدهم، وعزيمتها من عزيمة قائدهم، وهبالتهم من هبالة قائدهم، وبتاستهم من بتاسة قائدهم. فاشل فاشل، هذا نسخ ونسخ يا فاشل، وكلامها فل مش عميق خالص. انت تحتاج دورة مرخ مكثفة في الجبهة الثقافية. شلهم من جنبي يا زكريا. ابغاني عايزة يا زمن رقمكم دحين كرم. كرم قول له لحظة بندول لقنات بلقيس عشان نشوف الحلقة. قلت له الفقرة حقنا. هات 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 هات. كنك يا كرم. ايه هلل. شوفنا بعدين، حتى انت بقول لك شش والهان اخس. يلا نبدأ. ذاك اليوم كنت جالس على التلفزيون، بعدين كنت نقلب اللي جابوا القمعة محمد البخيتي، قلت خلنا احنا نسمع واي يقول. الا فجأة يقول للمذيعة لا تقولون نحن ميليشيات، نحن انصار الله. ايه يا انصار الله وين يعني؟ انت دحين فرح نفسك وعاد فوق ده يزعل، ولا تقولون نحن، الا نحن اصلا لجان شعبية ونحن جيش وطني. اول مرة نشوف جيش وطني يقتل الناس. القاتم بي تشكله من البارح. صح 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 صح، وروحوا خزنكم الناس. المشكلة انه البخيتي في اللقاء نكر انه الحوثيين شلوا الالغام اللي بين اليمن والسعودية، مع انه الناطق الرسمي حقهم اكد الشيء ده، وعاد جاي في اللقاء يقول لك انه السعودية يحكمونها صغار في السن عشان كده يتصرفون تصرفات مراهقين. عيب عيب يا الملك سلمان، تعرف روك اياه اكبر من حبابتك سنه. جاي كنك دحين انت دي رجال داهية لخبط اوراقكم وبهدل بكم. وبرضه في اللقاء تحمس البخيتي حبتين وده يجيب آيات وأحاديث. أفضل أخلك بعيد. وبرضه تحمس أكثر وده يقول البلاد محتاجة حل سياسي، وبرضه محتاجة أنه نشك الحكومة وحدة وطنية. دحين جات حكومة وحدة وطنية، مهم البداية يعني. الآن إيش راح نقول للشهداء والقتلة اللي ماتوا؟ يا أخي الأخ دي يوم استضافوه فريق البرنامج طلع لهم الضغط والحموضة. الله يعينهم عليه يا أخي. الحوثيين جيبوا لكم حد يتكلم أحسن منه. آخر شيء تعلت علي البخيتي، تعال بقول لك، تعال بقول لك ولا نخس. الحين معنا شخص ثاني بتكلم عليه باختصار. اليوم كله على عيال البخيتي. علي البخيتي من دروعي يقرب لمحمد. المهم الموضوع ما فيه انه علي قصته قصة تانية ده. انه اختفى فجأة لما ننفضح انه يشتغل مع الامن باسم وسيم. فضحوه ومعه حد شافه. بعدين تعلى هنا وسيم مرة واحدة كده. يعني الحروف اللي في اسمك في علي ما هي موجودة في الحروف ده. والشكل اصلا ما يساعد على الاسم الثاني. ولما انخرجوا انصار المخلوع في الساحة السبعين ظهر مرة ثانية. ولما دخل الوفد الحوثي في السعودية ظهر علي البخيتي مرة ثانية وقال انه هو اللي نسق الموضوع. وبعدين معكم انت دحين مع ديلة. والله مع ديلة عشان نفهم. بس المشكلة ما هنا يا جماعة، المشكلة ظهور محمد البخيتي مرة ثانية وقال انه ماشي وفد حوثي دخل السعودية. دحين بتتفقون انتوا؟ والله ما موضوعكم. وبعدين المشكلة بعد السفعات دي كلها يطلع لك علي البخيتي ويقول لك الحمد لله أنا ضميري مرتاح. وين ضميرك مرتاح؟ يا أخي أنا معدش كلام. الروح فاصل الروح. دحين يا جماعة بنمسك المخلوق الثالث حسن زيد. أوه لو عاد قبيلتك البخيتي بتزين الحلقة بتخليها كده زينة. المشكلة في آخر تصريح له يقول لك أنه قلبه مع الجنوبيين. وقلت وأن قلبك مع الجنوبيين؟ جاي بتضحك علينا دحين أنت يا شيخ؟ مشيلك بعدين مشاعرك وأحاسيسك خلها لك. عيب عيب الواحد لما استحمل ربه ومن الشيب اللي في شعره عاد من وابه يستحي. مشاعرك مع الجنوبيين يا حركات أنت، الله على الرومانسية دي. وين كان قلبك لما كانت ميليشياتكم في عدن تقتل الأطفال والشيابة والمدنيين؟ وين راح قلبك يا بلا قلب؟ كيف بلا قلب عري؟ أهم شي المشاعر قلت لي.
اهم شيء المشاعر، خل مشاعرك له، مشاعرك ما نفعت لا في جنوب ولا في شمال ولا في شرق ولا في غرب، عشان كذا ضميرك ما ينفع. روح احنا ضميرك انك صادق، شوف اللي يحصل في تعز ومأساتها وبرضه محافظة البيضة. ما عادش معي كلام، تعالوا يا عيال البخيتي، تعال يا حسن زيد، وسمعوها مني، ولا نخس.